رسائل هالأسبوع اخترنا كالعادة مجموعة. عنا أسامة ابن عواطف متزوج من روان، اسمها الحقيقي داليا بنت زينب. هل في سفر؟ منتظرين مولود. هل بيسميها مولودة سوري، هل بيسميها ورد أم هيا؟ لا، هيا سميها، هيا بتطلع قوية، شخصيتها قوية على اسم امها روان، ولانه باسم امها في را والواو بيساعدها، يعني بيساعدها، بس بدي حرف الهاء بيساعدها كثير، وحرف الياء كثير منيح، بصير عندها المي والهواء، وهو روان كله هو اسم نهر. بالنسبة لك أستاذ أسامة، أنت ناطر ورقة بدك تمضيها إن شاء الله، والورقة رح تتم إن شاء الله على خير. وسفر، إيه في سفر، أنتم كلكم على سفر، وحتى هالمولود إن شاء الله بتحمل باسبور أجنبي بإذن الله. رشا، بقيت التفاصيل عندك لرشا؟ منيح اسم بنتها على فكرة، إيه في عندك مشاكل كتير. الإنجاب تقرأ سورة آل عمران، أوكي حبيبتي، لأنه هذه الفترة ما راح يكون مرتاح وضعك، لا العائلي ولا شو اسمه نفسي. وبالنسبة لبنتك طالة، رزقها حلو على سفر، بتتعلم كتير، ما بتحتاج حدا ما ينشغل بالك عليها. بالنسبة لزوجك اسمه منيح إن شاء الله، في عنده انفراجات قريبة بشهر 11 و12، كمان في مكان بده ينتقل عليه، اما عمل اما رتبة شغل ان شاء الله ترقية. ليش مغير عليهم ومأثر بي اللي سألتك عنه شيء؟ غير، هو بيكون احيانا الرجل بيكون خاصة الشيء الاسم اللي لا حطيته لا فيه. لا لا اوكي، لا كمان إلهام بنت مهرية. التفاصيل عندك؟ ايه طب اوكي، ارفعنا هلا. اولادك اسمائهم حلو، بيتعلموا كتير، وخاصه بنتك شاهد رزقها حلو كتير، والصبي ما شاء الله اياد، يعني هو اليد المساعده، اياد معناته هذا بده يساعد ناس كتير، وبده يكون مقصود من الناس كتير، وبصير على المنابر هالصبي ان شاء الله، ممكن يكون يعمل مؤتمرات او يكون اعلامي او اي شيء، او دكتور، لانه هذا الصبي كتير مهم راح يكون ان شاء الله. بالنسبة لك بدك طولي بالك، السفر موجود عندكم وراح تلحقيه بإذن الله، بس في أشهر طويلة، يعني مش إنه شهر وشهرين، بدها تطول بالك. آمنة بنت فاطمة بينادوا لها أمونة، صار لها 5 سنين بلا طلاق، زوجها ما عم بيقبل يطلقها. ما راح يطلقها، بدك تبقي بعد سنتين، أوكي؟ وأنا فضل إذا ما إذا قايمة عليه دعوة بيكون أفضل، إذا ما قايمة عليه دعوة ما راح يطلقك بالمرة، فقومي عليه دعوة من هون لسنتين بتخلصي منه. فاطمة، شو بتنصحيها تختار اسم بنت حوراء، لين أو ليا؟ ليا اكيد ليا. حسن ابن فاطمة، على أي بلد بتنصحيه يسافر؟ هلا هو هلا دايما الواحد، هلا اذا قادر يسافر على قطر كتير منيح، اذا قادر تسافر على كندا كمان افضل يا استاذ حسن، لانه انت طالع لك بلاد عربية وبلاد اجنبية. هلا اذا انت كل البلاد بلادك، تسافر على اي بلد انت بتحبها، يعني اذا انا بدي، يعني كانه البلاد كلها بلاد، بدي انا بس انصحه نياله حسن كل بلاد فاروق بلاد. ابن فاطمة مع أمال بنت أم هاني عن العاطفة، وهل في خيانة بشكل عام؟ وهل في عندها أولاد، هيثم إسلام جنى ولوجين؟ لا فاروق ما عنده، ما في خيانة، بس وين بده يخون مع 4 أولاد؟ لا بخون، ما تخافي، الرجال عنده 7 أو 10، ما كل ما كتروا الأولاد كل ما الخيانة كترت أكتر، زادت. زادت أكتر، بيقول لك بيهرب من الأولاد ومن المرأة. فاروق هو محبوب من الستات، يعني إذا ما خانة بخونوها الستات، يعني إذا ما هو إجت الخيانة منه بتحطط عليه الستات، فمشان هيك هي لو ما ملاحظة في شيء ما بتسأل إذا في خيانة، بس هو محبوب كتير من الستات. فبدي أقول لك ما تظلمي لزوجك فاروق، ما بهمه الستات، هيدي أهم شيء فيه، أنا كنت عم نمزح أول شيء، فاروق ما بهمه الستات، قد ما شاف الستات كل واحد بياكل جاتوه كتير أو بياكل حلو كتير، ما بيعرف بده يحب الحلو، صح؟ إذا بياكل أي شيء حواليه ما بيقعد، أو يشتغل بالشغل مثلا بالأكل بطل ياكل، فهو حواليه كتير ستات مثل النحل، ببطل تعجبه اي ست، فمشان هيك ما في خيان، ما انه مضطر يخون لانه زهقان من الستات. يعني بعد نحلي صابر عليك، وما شاء الله على الـ4 الاولاد، اولاده بجننوا، اسلام بجنن رزقه حلو، جنى بتتعلم كتير، لوجين قويه عايتي لها لولو، بتاخد واحد غني كتير، وهيثم عنده نجم بالفلك حنون كتير، بس بتعرض لمشكله صحيه، ان شاء الله تكون تعرض على لها
انه الدينان او اي شيء هو صغير بيطلع منا على خير. شكرا جوانا، شكرا، تابعونا الاسبوع المقبل مع مجموعه جديده من الاسماء.